الأزمة ما بين عبد الإله صابر والمدرب كاريدو. سعيد الناصري كيقترح جوج الأسماء لخلافة عبد الإله صابر، الاسم الأول هو يوسف أشامي والاسم الثاني اللي هو صلاح الدين السعيدي اللاعب السابق في صفوف الوداد. اش بان لكم في هذا الاقتراح ديال سعيد الناصري؟ واش هذا الاقتراح غادي يفيد الوداد ولا غادي يبقى سيكاريدو مكمل على العنتريات ديالو؟